أكد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع الحظر المفروض على إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق يعتبر مكسبا كبيرا لكرة القدم العراقية ويمنحها الفرصة الكاملة من أجل مواصلة عملية تطوير كرة القدم في البلد الشقيق مشيرا سموه إلى أن ذلك يحمل العديد من الدلالات البارزة من بينها سعي القائمين على الرياضة في أحقية لعب الأندية والمنتخبات العراقية على أرضها وبين جماهيرها وهنأ اسمه الأسرة الرياضية العراقية بقرار رفع الحظر والذي جاء نتاجا للعمل الجبار الذي قام به المسؤولون عن الرياضة بصورة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص وبتواصلهم الدائم مع كافة المسؤولين في الاتحاد الدولي الأمر الذي أكد الإرادة القوية والعزيمة العراقية لمنح العراق حقه الأصيل في إقامة المباريات على أرضه وأشاد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود الرسمية والأهلية العراقية مؤكدا أهمية الدور الذي قام به الاتحاد الأسيوي لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة وبدعمه الواضح والصريح من أجل عودة إقامة المباريات في العراق نوه سموه بوقوف الأشقاء والأصدقاء من مختلف الدول مع العراق ودعم المطالبة العادلة في رفع الحظر الأمر الذي سيمثل انطلاقة جديدة للكرة العراقية وكان اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد تلقى رسالة شكر من قبل القائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في البحرين خليل عبد الرضا الشمري تقدم من خلالها بخالص الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على جهودها الكبيرة في رفع الحظر على الملاعب العراقية بالإضافة إلى مساندة مملكة البحرين للعراق في مختلف المجالات ومنها الجانب الرياضي والتي تعبر عن روح الأخوة والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.